ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين وفي خير وفي صحة وفي سعادة وفي سلام. الدنيا حر جدا، يعني اليومين اللي فاتوا دول في مصر يعني كانت الدنيا بصراحة شديدة الحرارة والرطوبة للأسف، فالعطور اللي تصمد في الحر ده حاجة يعني بائسة جدا. مش ده موضوعنا، انا هتكلم معاكم النهاردة عن مجموعة عطور انا شايف ان هما من حيث الرائحة يعني عطور ساحرة، عطور رائعة، روايحهم حلوة بجد، مش روايح حلوة وخلاص. بس العطور دي أنا لا أنصح بشرائها، وهقول إيه الأسباب مع كل عطر من العطور دي. هذكر لك الأسباب اللي بقول من خلالها إن أنا مش بنصح بشراء العطور دي. لو حضرتك معاك، ما يفرقش معاك الفلوس اللي ممكن تدفعها في العطور، ويفرق معاك أكتر حاجة الاستمتاع الشخصي أو الاستمتاع بالريحة، فمن الممكن انك انت تشتري بعض العطور دي. لكن لو كغالب المجتمع العطري لو يفرق معاك ان انت طبعا تحط فلوسك في قيمة مقابل سعر، فانا بقول لك اتفرج على الفيديو ده كاميرو للاخر، لاني هقول فيه عطور ساحرة لكن لا تستحق ان تشترى او لا انصح بشرائها. اول عطر معانا هو عطر اسمه كوفي بريك من ميزان مارتن. العطر ده ريحته حلوة جدا، مكوناته تشوكلت وريحة وقهوة وريحة كده عاملة زي عارفين فوم اللبن، الرغوة بتاعت اللبن، هي حاجة دي كده. عطر كأنك ممكن تكون قاعد في اون ذا ران مثلا، ممكن تبقى قاعد في ستاربكس مثلا او في كافيه فخم يعني، فتشم الريحه دي، ريحه جدا ساحره ورائعه. لكن مشكلته الوحيده ان هي ما بتقعدش عليك اكتر من ساعه، ساعه ساعه ونص بالكتير جدا، وما تقدرش تشم الريحه دي بعد كده خالص. فانا شايف ان عطر زي دوت يعني ما يستحقش انك انت تحط فيه 100 دولار ولا اقل الحقيقه، لانه العطر ريحته فعلا رائعه لكنها من حيث الأداء معدومة معدومة معدومة، وده شيء فاجئني واتضايقت بسببه جدا جدا جدا. فأنا لا أنصح، لو أنت من الناس اللي مهتمة بالقيمة من حيث الأداء من حيث كل حاجة مقابل السعر، فأنا لا أنصح بشراء هذا العطر، لأنه زي ما ذكرت لك الأسباب اللي فاتت. عطر رقم 2 معانا، وهو عطر بيسمى بين الناس اللي بتحب العطور بعطور السعادة، يعني عطر السعادة، عطر يسبب سعادة يعني كبيرة لأي حد يشمه. عطر كده تشم فيه حمضيات فريش جدا جدا جدا، حاجة كده كأنك يعني لما تشمها تحس إن الشعب الهوائية يعني اتفتحت. العطر ده اسمه كلينيك هابي، عطر معروف جدا جدا ومشهور جدا، وكتير من مستخدمين العطور بيحب العطر ده. العطر ده برضو نفس المشكلة، ما بيقعدش أكتر من نص ساعة ساعة بالكتير، وبعد كده ما بتشمش العطر ده، ولا حد يقدر يشم العطر ده عليك. ولذلك انت لو هتشتري العطر ده في حدود مثلا ال50 دولار، فانا شايف انه لا يستحق سعره، لانه انت هتحط فلوس تقدر تجيب بيها حاجات تاني كتير جدا فريش ممكن تقعد معاك وتكمل معاك في الاجواء الحارة. فده كان تاني عطر انا لا انصح بشرائه. العطر رقم 3، وهو عطر انا عن نفسي بعشقه، وهو عطر اليسيوم من روجا دوف. عطر مشهور جدا، العطر ده مكون من الجريب فروت وبعض الحمضيات، وفي نوتة الياسمين الفرنسي اللي انا لما بشمها يعني بيحصل لي اتموسفير وحالة كده، بحس ان انا يعني مبسوط وسعيد وحاجة يعني ريحة. والله في حد من الـ يعني كان كاتب بيقول انه السعادة لحظات، هكذا هو العطر، يعني العطر فعلا لحظات معدودة، وما تشمش العطر. عطر غالي جدا، مع انه عطر نيش، عطر غالي غالي، بتتكلم في 300 يورو مثلا او اكتر، فالعطر غالي جدا. هذا العطر انا انصح اذا كنت حضرتك معاك فلوس كتير وممكن تشتريه للاستمتاع الشخصي، فايتس اوكي مفيش مشكله. لكن لو اذا كنت من غالب المجتمع العطري وعايز تحط فلوسك في حاجه يعني تستفيد بكل ما فيها، فانا لا انصح بشراء هذا العطر مطلقا. عطر غالي جدا 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 جدا، لكنه في الرائحة من أجمل الروائح اللي ممكن تشمها في حياتك. ممكن تجربه، ممكن تاخد منه عينات، لكن تمتلك زجاجة أنا شايف إن ده شيء صعب جدا، وشايف إن هو لا يستحق كل هذا الثمن الباهظ. لو كان معاه أداء كان ممكن يبقى ده أجمل عطر حصل خلال آخر 10 سنين.
طبعا العطر اللي بعده اللي عمل ثورة في عالم العطور، وهو عطر طبعا يعني، يعني ما فيش حد دخل عالم العطور او بيحب عالم الكوزماتيكس او بيحب عالم الموضة والفاشن وبيحب يهتم بالاكسسوارز الرجالي الا ما لازم يكون اتكعبل في العطر ده بشكل او باخر، هو عطر كريد ايفنتوس، او يعني كما يلقب ان هو ملك العطور، عطر من شركة كريد، عطر بيعتمد على الاناناس المدخن، اتكلمت عنه كتير جدا قبل كده، عطر قادر على انه يحولك من انسان وشك يعني كرمش كده ومتضايق الى انسان بتضحك ببساطة شديدة، عطر يسبب السعادة فعلا، وهو عطر قادر على انه يغير مودك في لحظات، عطر رائع يعتمد على الاناناس اللي فيه لمحة دخانية، الباتشات الحديثة اصبحت ان هي فيها لمحة فروتي في البداية، حاجة من انقى واجمل واروع ما يمكن، لكن لا يستحق سعره، سعره 350 يورو برضو، 7000 جنيه بالمصري، 8000 جنيه، حتى لو 5000 جنيه بالمصري، فأنا لا أنصح بشراء كريد إيفنتوس. بالمناسبة له بدايل كتير جدا، وأنا اتكلمت عن أحد بدايله وقلت إنه من وجهة نظري أفضل بديل ليه، يعني اللي هو عطر أرت تري من شركة أتينا المصرية، حاجة بصراحة. وهم كان يمكن الناس علقت على موضوع الأداء فيما قبل، يا جماعة لما في شركة مصرية أو في شركة بتقدم لك عطر يشبه بنسبة 90% العطر اللي بخمس ستة آلاف جنيه وبتديك أداء متواضع، فده طبيعي، أنت الموضوع إن أنت بتشتري بسعر قليل جدا جدا جدا، يعني فرق مهول، بتشتري حاجة نفس الريحة بتديك أداء متواضع علشان هي نفس الريحة ببساطة. فهم يعني مشكورين، الشركة عملت ريفورميليشن للعطر أو عملت إعادة صياغة للعطر وخليته نسخة سموكي وأصبح أداؤه محترم جدا، فده انا شايف ان هو بديل محترم جدا، وسعره يعني حوالي 500 جنيه مصري، 30 دولار او 35 دولار يعني، في مقابل 300 و350 دولار و400 دولار، يعني فرق بصراحه كبير جدا، فانا لا انصح بشراء كريت ايفنتوس بصراحه، يعني خلاص ما بقاش ينفع ان حد يشتري كريت ايفنتوس. العطر بعد كده هو عطر ذا وان، وعطر ذا وان من دولتش اند جابانا من العطور اللي ما حدش هيشم العطر ده الا ما يقول واو، يعني ايه الجمال ده، عطر حلو جدا حميمي جدا، الجنس الاخر بيحب العطر ده جدا، الرجال بتحب العطر ده جدا، هو من المفضلات لدى اغلب الناس اللي بتمتلك العطور، اي حد يعني كوليكتور عطور هيبقى عنده العطر ده، يعني هيكون عدى عليه او عنده او عارفه او بيحبه، بس لازم يكون عارفه، عطر رائع جدا، لكن نفس المأساة المتكررة انه ساعة العطر لحظات ثم بينقضي، يعني مسألة الحقيقة تعيسة جدا. لو عندك العطر يعني استمتع بيه لآخر قطرة، لكن أنا عن نفسي ما أقدرش أكرر شراء العطر ده مرة تانية، كان عندي طبعا وخلص وما كررتش مرة تانية شراءه، لأنه زي ما قلت لكم كانت الأداء وحش جدا. العطر اللي بعد كده أنا اتكلمت عنه زمان وقيمته وكان معايا نسخة 2011 منه، هو عطر إنكر نوار من دور لليك، وهو عطر كان ب 400 جنيه مصري أو 20 دولار يعني أو 25 دولار، كان عطر يعني رائع، قمة في الروعة، قمة تحس ان انت شامم عطر محترم جدا، ومع ذلك النسخة الحديثة بتاعته سيئة للغاية، وكأنك شامم شوية مية وكأنك حضرتك مفيش اداء. فطبعا ناس كتير جدا ارسلوني، يعني انا لو بتأخر على الرد في الرسائل فما تزعلوش مني، بس انا بحاول ارد، انا بيجيلك بشكل يومي اكتر من 50-60 رسالة، وده طبعا ثقة وحب منكم، وانا مش عارف اقول لكم انا بحس بسعادة غارمة قد ايه، يعني او عارمة قد ايه لما بيحصل كده، بس كتير قوي راسلوني وقالوا لي انه العطر الباتشات الحديثه بتاعته مش كويسه خالص. فالحقيقه انا لو الباتشات الحديثه مش كويسه فانا لا انصح ابدا بشراء العطر، خصوصا لو انت ما شمدوش قبل كده. العطر الاخير وهو برضو عطر انا اتكلمت عنه قبل كده ووضحت برضو مشكلته، وهو عطر لانوي دي لوم من دار ايف سان لوران او بيت الازياء العالمي للمرموق ايف سان لوران. العطر ده من اقب من على راس قائمه اي قائمه بتتكلم عن العطور الحميميه التي تعشقها النساء او الجنس الاخر. عطر يعني معتمد على الكاردموم او الحبهان، حاجه كده، حاجه رقه ومزيكا كده، انت راجل جنتل، يعني انت راجل يعني اكيد يعني يعبر عنك بابهى حله وصوره. عطر من 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 اجمل العطور، لكن للاسف العطر ده تم انتاجه 2009، اتعمل له اعاده صياغه اظن سنه 2013، اصبح العطر شويه ميه، ريحته الى حد ما تزال يعني لطيفه، لكن الاداء 0%، يعني الحاله ضنك يعني.
فالموضوع صعب جدا جدا. انا اتكلمت عنه قبل كده وقلت ان انا النسخه اللي عندي كانت نسخه 2010، نسخه ادائها محترم جدا وادائها هيخليني اشتري نسخه 2010 لو لقيتها تاني. طبعا انت لو لقيت 2010 خدها على طول، لكن لو ما لقيتش النسخ دي فارجوك تدور على حاجه تانيه او تحاول انك انت تشم رايح تانيه تتعلق بيها. دي كانت القائمه اللي انا بنصح بعدم شرائها. القائمه دي انا هحدثها اول باول علشان الناس ما تقولش والله يا احمد انت بتتكلم بس على العطور الحلوه. لا، هذه قائمه انا لا انصح بشرائها، واشوف ان اي حد ممكن يشتري حاجه من القائمه دي، اما شخص بيشتري حاجه للاستمتاع الشخصي مش فارق معاه ابدا الماديات، واما شخص مش عارف واشترى ووقع في الفخ يعني. فانا بنصح المشاهد انه ما يعني ما يعملش كده خالص وما يشتريش الحاجات اللي انا قلت عليها دي. انا مبسوط جدا اني بتكلم معاكم، اجمل حاجه بعملها في حياتي والله العظيم مش بكذب عليكم، انا بتكلم فعلا اجمل حاجه بعملها في حياتي هي الدقائق المعدوده اللي انا بشارككم اياها في شغف العطور. دي من اجمل الحاجات اللي بعملها في حياتي. طبعا في حاجات تانية جميله بس دي حقيقي يعني من اجمل الحاجات اللي انا بعملها في حياتي، خصوصا انه يا جماعه الناس اللي عندي على القناه انا ما عملتش اي دعم تمويلي للقناه دي خالص، ما عملتش اي ريسبونس، ما عملتش اي تمويل دعايه واعلان للقناه دي. فالناس اللي عندي دول في القناه دول ناس بيحبوا العطور زيي بالظبط، عندهم مكتبات عطريه، عندهم شغف بالعطور، حتى لو عندهم عطر واحد بس عنده شغف كبير بالعطور وبعالم العطور. ولذلك من اقرب الحاجات لقلبي اللي بعملها هو اني بشارككم كلامي وشغفي ده. انا عندي جروب اسمه احمد سمير فلسفه عطر على الفيسبوك، هيسعدني جدا انكم تنضموا. رسلوني واكتبوني في الكومنتات رايكم عن العطور التي لا تستحق ان تشترى، او العطور اللي انتم اشتريتوها وخيبت ظنكم. هحط لكم كمان لينك الانستجرام عشان تتابعوني عليه. انا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم. طيب الله صباحكم ومساءكم يا نخبه يا الكعب العالي. السلام عليكم.